فصورة صاد وصورة ياسين وصورة قاف هذه صور أو أمثلة لصور تسمت بمطلعها، وصور تسمت بما في ثناياها كصورة الزخرف، صورة المائدة، صورة الأنعام إلى غير ذلك. صور سماها النبي صلى الله عليه وسلم كسورة البقرة وآل عمران، كما قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو كغيايتين تحاجان عن صاحبهما عند الله سبحانه. وسمى الرسول عددا من الصور، ولا يمتنع أن يكون للصورة أكثر من اسم، لا يمتنع أن يكون للصورة أكثر من اسم كما تقدم. فبنو إسرائيل هي الإسراء، فاطر هي الملائكة، التوبة هي براءة، محمد هي القتال، وهكذا غافر هي المؤمن، والزمر هي الغرف، فقد تتعدد أسماء الصورة الواحدة. قوله تعالى صاد حرف من الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض الصور، وثم أقوال هي أقرب إلى التخرصات من الصدق والحقيقة، وهي أقوال من قالوا إن صاد تحمل اسم الله الأعظم، أو إن أكثر حرف في الصورة هو صاد كما يقول بعض العاملين في الإعجاز العلمي، ولم أستقصي أقوالهم في هذا الصدد، إلى غير ذلك من الأقوال. فالذي يظهر والله أعلم أن العلم بهذه الأحرف المقطعة موكول إلى الله، وأنها سيقت للتحدي، فكأن ألف لام ميم وصاد وكاف وها يا عين صاد أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا، لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا، ولا أن تأتوا منها بآية مع علمكم بها. صاد والقرآن ذي الذكر، يقسم ربنا بالقرآن ذي الشرف. الذكر كثيرا ما يطلق على الشرف، فالشخص أو الشيء الشريف يذكر. ولقد قال تعالى في شأن كتابه الكريم لرسولنا الأمين وإنه لذكر لك ولقومك. ما معنى قوله وإنه لذكر لك ولقومك؟ قال كثير من أهل العلم وإن القرآن لشرف لك وشرف لقومك. شرف لك أن نزل عليك القرآن، وشرف لقومك أن رجلا منهم نزل عليه القرآن. إذا كنت من بلدة أو قبيلة وبعث فيكم أفضل رسول في التاريخ ونزل عليه أفضل كتاب من عند الله، فلا شك أن هذا شرف لك ولقومك. صاد والقرآن ذي الذكر أي ذي الشرف. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ما جواب القسم في قوله والقرآن ذي الذكر؟ من العلماء من قال هو في الآية التي عاقبه صاد والقرآن ذي الذكر، إن الذين كفروا في عزة، في امتناع شديد الامتناع عن الإيمان به، وشقاق بمعنى فراق، فهم في شق والقرآن الكريم في شق آخر. ومنه قوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، كانوا في شق وأوامر الله وأوامر رسوله شق آخر، وكذا المحاددة هم في حد وأوامر الله ورسوله في حد. فقوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق،
العزة هنا ليست هي العزة في قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هنا قال تعالى في شأن الكفار بل الذين كفروا في عزة، وقال تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. تكون العزة المثبتة غير العزة المنفية. فنرجع إلى أصل معنى كلمة العزة والعزيز. العزة هي الغلبة في الأصل، العزة هي الغلبة، ومنه وعزني في الخطاب، غلبني في الكلام، غلبني بالكلام. فهنا قوله تعالى بالذين كفروا في عزة إباء شديد وامتناع شديد عن الإيمان، غلبهم أو غلبوا أنفسهم على الكفر، أو غلبوا النازع الإيماني الذي فيهم على الكفر فكفروا، وشاقوا الله ورسوله، أصبحوا في شق، وأوامر الله ورسوله في شق آخر. كما ومن العلماء من قال إن جواب القسم في قوله والقرآن الذكر يأتي متأخرا، يأتي متأخرا، وكثيرا ما يأتي جواب القسم متأخرا. فمثلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. من العلماء من جعل قوله والسماء ذات البروج جواب قسمها إن ربك لبالمرصاد، فجعل جواب القسم يأتي بعيدا، ويقول لا يشترط أن يكون جواب القسم عقب القسم، بل قد يكون هناك فاصل بينهما، كذا قال بعض أهل العلم. كما